قاعدة في الشريعة الإسلامية أن الحكمة في كثير من الفروع غير مدركة، فالإنسان أي حكم لله سبحانه وتعالى خفيت علينا علة هذا الحكم أو حكمة هذا الحكم، نسلم أن هذا الحكم صدر من عالم حكيم فاعل مختار عظيم. وهذا التسليم ليس انقياد على غباء وحمق، بل انقياد بعد نظر وتحقيق وتدقيق. فبأقل النظر، إذا نظر الإنسان في هذا الوجود يدرك إدراك جازم مطابق للواقع عن دليل أن صانع هذا العالم عالم حكيم قادر يفعل ما يشاء. فإذا نظرت في أحكامه فما خفيت علته أو حكمته تسلم له بناء على أن هذه الأحكام صدرت من حكيم. فلا يصدر من الله سبحانه وتعالى فعل ولا حكم عبثا. والذي يؤمن بالأحكام الغير مدركة الحكمة أو العلة هذا إيمانه أعلى، لأن الإنسان لو نظر مثلا في تحريم الخمر، لماذا حرم شرب الخمر؟ لأنه يذهب العقل فيقتل الإنسان فيسرق، فأدركنا علة التحريم. لكن هناك لماذا الله سبحانه وتعالى جعل 5 صلوات في اليوم والليلة؟ لم ندرك علة هذا الحكم. لماذا لا تكون 6 أو 5 أو 4 أو 3 أو 10؟ فالذي يؤمن بالأشياء التي لم تدرك أنت حكمتها أو علتها هذا إيمانه أعلى، لأنه سلم أن الله سبحانه وتعالى خالق عالم حكيم مريد